بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والثلاثون. الدروس. جد كل الجد في الدرس تنل، من رياض العلم أثمار الأمل. إنما الوقت كبرق مومض، فاغتنمه واطرح عنك الكسل. لا تضيع أول العمر سدى، فترى آخره شر الفشل. فرصة التحصيل للتلميذ في أول العمر، فبادر بالعجل. اقرأ الدرس تهجأ وانتهز كل وقت الدرس، لا تشكو الملل. أنت لا يرضيك كيس فارغ، كيف عقل فارغ يا من عقل. أحرز العلم بعقل ثابت، والتمس في جمعه خير الحيل. ما أوان اللهو هذا، إنه وقت درس واجتهاد وعمل. إن صرفت الوقت في اللعب ولم تنتبه للدرس تحقر وتزل. همك اصرفه إلى جائزة، إن تنلها تنل الفخر الأجل. جد فعل أمر وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت كل مفعول مطلق. مضاف الجد مضاف إليه في الدرس متعلقا بجد. تنل فعل مضارع مجزوم بإن المضمرة، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت وهو جواب الشرط. وتقديرها جد كل الجد في الدرس، إن تجد تنل. من رياض متعلقا بتنل، ورياض مضاف العلم مضاف إليه. أسمار مفعول به مضاف، الأمل مضاف إليه، أصله الأملي. إن حرف توكيد بطل عمله لدخول ما الكافة عليه. ما حرف زائد وكاف. الوقت مبتدأ كبرق، جار ومجرور متعلق في كائن تقدير، وشبه جملة في محل رفع خبر. وبرق منعوت مومض نعت. الفاء حرف عطف. اغتنم فعل وفاعل هو مفعول به، والجملة للسببية. وحرف عطف. اطرح فعل وفاعل، عنك متعلقا بالطرح. الكسل أصله الكسلا مفعول به. لا ناهية. تضيع فعل وفاعل، أول مفعول به مضاف، العمر مضاف إليه، سدى حال. الفاء فاء السببية. ترى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على العلف، منع من ظهورها التعذر. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت. والمصدر المؤول من أن والفعل معطوف على الجملة التي قبلها. آخر ظرف زمان مضاف هو مضاف إليه. شر مفعول به مضاف، الفشل مضاف إليه. فرصة التحصيل مبتدأ للتلميذ متعلقا بالتحصيل، في أول في محل رفع خبر المبتدأ، وأول مضاف العمر مضاف إليه. الفاء حرف عطف. بادر فعل وفاعل، بالعجل متعلقا ببادر، والجملة للسببية. أو تقول ب حرف جر زائد. العجل اسم مجرور لفظ منصوب محلا على أنه مفعول مطلق. اقرأ فعل وفاعل. الدرس مفعول به. تهجأ فعل وفاعل وحرف عطف. انتهز فعل وفاعل، كل مفعول به مضاف، وقت مضاف إليه، ووقت مضاف الدرس مضاف إليه. لا نافية. تشكو فعل وفاعل، والجملة حالية. الملل أصله الملل مفعول به. أنت ضمير منفصل مبتدأ. لا نافية. يرضي فعل مضارع كمفعول به، كيس فاعل، فارغ نعت. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الفاعل. عقل فاعل وفعله محذوف. وتقديرها كيف يرضيك عقل فارغ. فارغ نعت لعقل. يا حرف نداء. من اسم مفصول وهو منادى. عقل أصله عقلا فعل وفاعل، والجملة صلة المفصول. أحرز فعل وفاعل، العلم مفعول به، بعقل متعلق بأحرز، ثابت نعت. وحرف عطف. التمس فعل وفاعل، في جمع متعلق بالتمس، وجمع مضاف هي مضاف إليه. خير مفعول به. الحيل أصله الحيالي مضاف إليه. ما
نافية حجازية عاملة عمل ليس أوان اسم ما مضاف اللهو مضاف إليه هذا في محل نصب خبر ما إن حرف مشبه بالفعل والهاء اسم إن وقت خبر إن مضاف درس مضاف إليه وحرف عطف اجتهاد معطوف على درس وحرف عطف عمل أصله عمل معطوف على اجتهاد إن حرف الشرط صرفت فعل والتاء فاعل وهو فعل الشرط الوقت مفعول به في اللعب متعلقا بصرفت وحرف عطف لم حرف جزم تنتبه فعل وفاعل وهو معطوف على صرفت للدرس متعلقا بتنتبه تحقر فعل مضارع مبني للمجهول وهو جواب الشرط ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وحرف عطف تزل أصله تزل فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وهو معطوف على تحقر هم مفعول به لفعل مضمر يفسره ما بعده مضاف كمضاف إليه وتقديرها اسرف همك اسرفه إلى جائزة اسرف فعل وفاعل هو مفعول به إلى جائزة متعلقا بسرف إن حرف شرط تنال فعل وفاعل وهو فعل الشرط ها مفعول به تنال فعل وفاعل وهو جواب الشرط الفخر مفعول به الأجل أصله الأجل نعت للفخر والله أعلم بالصواب.